بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب النكاح، وقلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. عقد الزوجية الصحيح، نستبعد الباطل ونستبعد الفاسد، لأن لدينا عقد باطل وعقد فاسد، وما سواهما يكون صحيحا. الباطل ما اختل ركنه، والفاسد ما اختل شرطه. والأركان ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. وأما الشروط فهي أربعة: التعيين والرضا والولي والشهادة. فإذا اختل شيء من الأركان قلنا باطل، وإذا اختل شيء من الشروط قلنا فاسد. ثم ذكرنا بعد ذلك، وقفنا على كتاب الصداق، وهو الذي يقدمه الرجل لامرأته، وذلك دليل على رغبته في الاقتران بها وأن تكون شريكة حياته وأم أولاده. قلنا من السنة عدم المباهاة فيه وعدم المبالغة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثر النساء بركة أقلهن مؤونة. وكان عليه الصلاة والسلام في حدود 500 درهم 400 درهم وهكذا لزوجاته ولبناته. وقلنا مع أننا ندعو إلى عدم المبالغة وعدم المباهات، قد يكون معجلة، يعني 1000 ريال 10000 ريال معجلة عند العقد، وقد يكون معجل يدفع الآن 1000 والباقي عند الدخول، أو الباقي بعد فترة تحدد، أو بعضه معجل وبعضه مؤجل على حسب الاتفاق. فإذا قلنا معجل يعني الآن، وإذا قلنا مؤجل فإن حددنا وقتا، قلنا إلى رمضان، إلى الحج، إلى شهر، إلى 5 أشهر، ارتبطنا به. وإذا لم نحدد وقتا إلى أقرب الأجلين، إلى أقرب الأجلين، وهما الموت أو الفرقة. فإذا مات الرجل قبل أن نقسم التركة نأخذ المهر ونسلمه للزوجة، وإذا ماتت الزوجة فإننا نطلب من الزوج أن يسلم ورثتها ما لها من مهر وهكذا. طيب، لو أصدقها منفعة، لو أصدقها تعليم، نقول لا حرج في ذلك. لو قال على أن أعلمها الحديث، على أن أدرسها كذا جزء من القرآن، على أن ألقنها كذا من العربية، على أن أعلمها الخياطة، على أن أعلمها صنعة من الصنعات، قلنا لا حرج في ذلك، لأن فيه منفعة لها، لأن فيه منفعة لها. ومن العلماء من قال بأن القرآن لا يصح أن يكون ثمنا، لا يصح أن يطلب به الدنيا،
لأنه من القرب، والقرب لا تكون ثمنا لغيرها، وإنما إذا كان يلقنها شيئا من العربية أو شيئا من النحو أو شيئا من البلاغة أو شيئا من يعني مثلا كلام العرب فنعم، وأما القرآن فلا يجوز. الذين قالوا إنه يجوز قالوا ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني بما حفظت من سور، تحفظ سورة البقرة، آل عمران، المائدة، النساء، يكفي. وبعضهم قال وورد في نفس الحديث وليست لأحد غيرك، إنما هي خاصة بذلك الرجل. ونقرأ أيها الأحباب ما ذكره العلماء في هذا المجال. المهم الثابت لدينا بأنه ينبغي تخفيفه وعدم المبالغة وعدم المباهات وعدم البذل بأموال طائلة، فهذا لا يجوز، ويجوز أن يكون يسيرا، ويجوز أن يكون حالا كله، ويجوز أن يكون مؤجلا كله، ويجوز أن يكون بعضه حال وبعضه مؤجل على حسب الاتفاق. فإن حدد للأجل تاريخ فهو المرجع، وإن لم يحدد للأجل تاريخ فالمدار على أقرب الأجلين. ما هما؟ الموت أو الطلاق. فإذا مات أو ماتت أو طلقها استحقت المهر إذا لم يحدد له تاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. فإن أصدقها تعليم القرآن أو شيء منه. تعليم القرآن يعني قال من الفاتحة إلى الناس، أو شيئا من 4 أجزاء، 5 أجزاء، 10 أجزاء، جاز ذلك. نعم. ففيه روايتان، وقلنا فيه روايتان، الرواية الأولى أجازت يا شيخ تركي، الرواية الثانية قالوا لا، لأن القرآن لا يكون متمولا، لا يكون، لأنما وإنما هو من أفعال القرب، من أفعال القرب. مثل الآن موضوع الصلاة، لو قال واحد ما أصلي بكم إلا بألف ريال بالشهر، نقول لا، قال أصلي بكم رمضان كذا وكذا بكذا وكذا، قالوا نستغفر الله، ومن يصلي وراء هذا؟ يعني لأنه جعله متمول. بينما تعليم القرآن والإمامة والأذان والصلاة وكذا وكذا كله لا يجوز. طيب لو سألنا إنسان قال الرواتب اللي يأخذونها الأئمة والمؤذنين والمدرسين والدعاة وكذا، ماذا نقول يا شيخ تركي؟ نقول إنها من بيت المال، إنها جعل، جعل من بيت المال لأجل أن يتفرغ الإنسان لهذا العمل، وإذا كان هدفه هذا المال الذي يأخذه فهو آثم ولا يصح، لكن يريد أن يستعين بهذا المال على شؤونه وعلى حوائجه. وقلنا فيه روايتان لأن هذا الكتاب كثيرا ما يجمع بين روايتين أو أكثر، لأن المؤلف رحمه الله ألفه لمن قطع شوطا في طلب العلم وليس للمبتدئين، وإنما ألف يا شيخ أحمد 4 كتب، ألف العمدة للمبتدئين، وألف المقنع لمن قطع شوطا في طلب العلم، وألف الكافي وهو كتابنا هذا لمن قطع شوطا أطول، وألف المغني وهو حافل بما يحتاجه طلبة العلم. نعم. إحداهما يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، يعني ورد نص زوج لما قال ما عندك شيء من القرآن، قال نعم، قال زوجتكها بما معك من القرآن، وقال في حديث التمس ولو خاتما من حديد. نعم. والثانية لا يجوز لأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لصاحبه. قربة، وش معنى قربة؟ وش معنى قربة يا شيخ بكاي؟ يعني لوجه الله يجلس يعلم الناس القرآن، لو قال بأخذ منكم مثلا مبلغ، أخذ من هذا 10 وهذا 20، نقول ما يجوز. لو قال بأخذ أدرسكم الجزء
بألف ريال أو 500 ريال، نقول لا يجوز، لأن القرآن لا يكون إلا قربة، يعني من أفعال القرب، ومثله الإمامة، ومثله الأذان، ومثله القضاء، ومثله التدريس، ومثله هذه الأعمال، فكلها تعد من أعمال القرب، لا يصح أن يقصد بها المال. نعم. فلم يكن صداقا كتعليم الإيمان. وقد روى النجاد بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن. زوج رجلا على سورة، يعني على أن يعلم امرأته هذه السورة، وجعله صداقا. نعم. ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا إلا لهذا الرجل. نعم. فدل على أن القرآن يعتبر من أفعال القرب، ولا يصح أن يكون مهرا. نعم. فإن قلنا بجوازه فأصدقها تعليم بعض القرآن، فمن شرطه تعيين ذلك البعض، لأن التعليم والمقاصد تختلف باختلافه. نعم. وذكر أبو الخطاب وابن عقيل أنه إن كان في البلد قراءات، يقول إن كان في البلد قراءات، يعني بعض الناس يقرؤون قراءة حفص، وبعض الناس قراءة ورش، وبعض الناس قراءة ابن كثير، وهكذا. فإذا كان في قراءات في رواية، أنه لازم تحدد على أن تقرئه القرآن بقراءة كذا. البعض الآخر قالوا لا، ما في لازم، لأن القرآن واحد، والقراءات ما في اختلاف إلا في حرف أو في ضمة أو في شدة أو أشياء مثلا كسرة، فهذه لا تؤثر، خلافات بسيطة لا تؤثر. نعم. افتقر إلى تعيين أحدها، لأن حروف القرآن تختلف، فأشبه تعيين الآيات والصحيح أنه لا يفتقر إليه، أنه لا يفتقر إلى أن يعين قراءة فلان أو فلان، لأن القراءات كلها في حكم الواحد. نعم. لأنه اختلاف يسير، وكل حرف ينوب مناب صاحبه، فأشبه ما لو أصدقها قفيزا من صبرة. قفيزا يعني قفيز من صبرة، أشبه ما لو أعطاها قفيز مهر من صبرة. القفيز معروف، سواء كان من الحنطة ولا من الشعير ولا من الذرة ولا من الدخن ولا من أي شيء. القفيز لو أردنا نحدده كم نقول؟ نعم، 12 صاع. طيب شيخ تركي، وبالجرام كم يا بني؟ لا 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 لا، الجرام، لأن الكيلو الواحد 1000 جرام. يقول الشيخ تركي القفيز 12 صاع بالصاع النبوي. طيب لو أردنا أن نعرف الآن، عندنا المد نعرفه، سبق عدة مرات جبناه هنا، لكن الصاع ما عمرنا جبناه هنا. فبدلا عن هذا أريد أن أعرف القفيز بالجرام. الصاع معروف، الصاع النبوي، لكن القفيز 12 صاع. طيب القفيز نقول كم جرام؟ سبق أني قلت لكم سجلوها، قلت سجلوها في الآن، والآن لا مانع من التسجيل، نقول القفيز 12 صاع ويساوي 26,064 جرام. 26,064 جرام. نعم، هذا إذا كان 12 صاع. والصبرة، وش قلنا الصبرة يا شيخ أحمد؟ الصبرة قفيز من صبرة، في شعير، في ذرة، في دخن، يسمى هذا صبرة. والقفيز 12 صاع. سجل يا بني عندك في الهامش، قل القفيز 12 صاع، وهو بالجرام 26,064 جرام. سجلت يا صديق؟ فصل.
ويصح أن يكون الصداق معجلا ومؤجلا. يصح، يعني جلسوا الآن أمامك لأجل أن تجري العقد، كم الصداق؟ قالوا 10,000 ريال. نقول هل هي معجل أو مؤجل؟ قالوا مسلمة. استلمت؟ نقول للأب؟ قال نعم. معناه أنه انتهى، معجلة. استلمت؟ قال لا. طيب إلى متى؟ هل إلى رمضان؟ هل إلى الحج؟ قالوا لا، لأقرب العجلين، يعني موت أو فرقة. فلا بد أن توضح هذه الأمور ليكونوا على بينة، وليكونوا على برهان، وليقطع التنازع والخلاف. ويصح أن يكون الصداق معجلا ومؤجلا، فإن أطلق ذكره كان حالا، لأنه عوض في عقد معاوضة. معاوضة، هو يريد الزوجة، يريد أن يستمتع بها، يريد أن يدخل عليها، لكن لازم يقدم، لأنه معاوضة، أخذ وعطاء. نعم. أشبه الثمن. أشبه الثمن، إذا اشتريت سلعة كذا يا شيخ تركي، تعطيه فلوس وتأخذ السلعة، لكن مثلا تأخذ السلعة تقول فلوس بعدين لا، أو تأخذ يأخذ منك الفلوس يقول بعدين تيجي تأخذ السلعة. فكذلك العقد، إذا أجري العقد وذكر المهر فهو معاوضة، هي وافقت وأبوها وافق وأبدوا الاستعداد لتسليمها، وهي ممن يوطأ مثلها، لكن يبون المقابل وهو المهر. نعم. فإن شرطه مؤجلا إلى مدة معلومة فهو إلى أجله. شرطوه إلى رمضان، نقول نعم. شرطوه إلى الحج، نقول نعم. وكثيرا ما يأتي بعض الإخوان يقول مثلا المهر 10,000، أبدفع الآن 8 و2000 يمهلونا. إلى متى؟ يقول إلى رمضان، إلى الحج، إلى كذا، أو النصف ونصف، أو على حسب ما يتفقون. فإن تراضوا على ذلك فلا حرج. نعم. فهو إلى أجله، وإن لم يذكر أجله فقال أبو الخطاب لا يصح، ولها مهر المثل. إذا ما ذكروا أجل نقول المسألة الآن ما ندري كيف نعمل، فنقول مهر المثل. المثل مؤجل تدفع مؤجل، المثل غير معجل مثلهم، يعني بلد اصطلحوا على أنه المهر يكون بعد رمضان، المهر بعد الحج، فنكون فلها مهر المثل. مثل لو لم يسمى المهر، هي قد تكون مثلا تقول المهر أبي 50,000 وهو يقول لها 5. نقبل الكلام الأول ولا الثاني؟ ننظر إلى المثل، أخواتها كم مهورهن، بنت عمها، بنت خالها، إلى آخره. ولها مهر المثل قياسا على الثمن في المبيع. الثمن في المبيع، إذا اشترى سلعة وتنازعوا في ثمنها ننظر إلى مهر المثل ونحكم به. نعم. وقال القاضي يصح، وهو ظاهر كلام أحمد. وهو ظاهر كلام أحمد، وهو إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أبو عبد الله. نعم. لأنه قال إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة. لو قال مثلا الآن المهر 10 وبدفع 5 و5 بعد سنتين، ثم طلق قبل السنتين نقول لازم تدفع، ثم مات قبل السنتين نقول قبل تمامها نقول يؤخذ من تركته ولا ننتظر الآجل. نعم. لأنه إلى أقرب الأجلين وهما الفرقة أو الطلاق. لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة، لأن الصداق يجوز أن يكون مجهولا فيما إذا تزوجها على مهر المثل، فالتأجيل التابع له أولى. فعلى هذا محل الآجل الفرقة بموت أو غيره. بموت أو غيره يعني طلاق. نعم. لأن المطلق يحمل على العرف، والعادة في الآجل تركه إلى الفرقة، فحمل عند الإطلاق عليه. فصل.
وإذا الآن مشكلة قالوا تزوجها على ما صداقين، قالوا للناس من المهر كام؟ قالوا للعاقد عقد على 50,000 وعقد على 50,000. الرجال أو أبوها قال لها ترى ما أقبل 50,000، أبيك تعطين 100، نعقد على 50 وتعطينا 100، هذا في زيادة. ثانيا في نقص، قالوا سأل كم؟ قالوا اعقد على 50,000. طيب 50,000 علشان نخبر الناس ونقول دفعنا مثل غيرنا، ولا ترى ما عندنا إلا 5، ما عند يعني بزيادة أو نقص. إذا كان هناك مهر كثير ومهر قليل فهل نطبق هذا أم ذاك؟ نعم، وبعض العلماء يقول نطبق الأكثر وبعضهم يقول نطبق الأقل، والصحيح أننا نطبق المبلغ الذي عقد عليه وإن كانوا تواطؤوا على زيادة أو نقص، ما ننظر اللي تواطؤوا عليه، لكن العاقد على كم؟ قال على 50,000 هو المستحق، على كم؟ 5,000 هي المستحق، فلا ننظر إلى ما اتفقوا عليه من زيادة أو نقص، وإنما المعول عليه هو الذي جرى عليه العقد. نعم. وإذا تزوجها على صداقين سر وعلانية، فقال الخرقي يؤخذ بالعلانية لأنهم أشهود عنده ومن حضر العقد وعرفوا وتتبعنا، بينما السر بينهم ولا يطبق. نعم. لأن الزائد على صداق السر زيادة زادها في الصداق، وإلحاق الزيادة بالصداق جائزة. وقال القاضي الواجب مهر العقد الذي عقدوا عليه قليلا أو كثيرا، نطبقه سواء كان أقل أو أكثر. نعم. الذي انعقد به النكاح سرا كان أو علانية، لأنه الذي انعقد به النكاح فكان الواجب المسمى فيه كما لو انفرد، كما لو انفرد يعني كما لو لم يوجد سواه، يعني عندنا سر وعلانية، منهم من قال يطبق اللي عليه الشهود، ومنهم من قال يطبق اللي تواطوا عليه في قلوبهم، لكن الصحيح أن الذي يطبق الذي أجري العقد عليه. نعم. فصل. وإلحاق الزيادة بالصداق جائزة، يعني عقدوا على 10,000 وبعد يومين 3 قالوا والله ابن حلال كل شيء غالي، هو تم العقد وكل شيء، لكن نريد نزود، قال ما يخالف أزيدكم 5، فالزيادة في الصداق جائزة، يعني بدل 10 اللي اتفقوا عليها جعلناه 15 أو 13، لأنهم رأوا أن هذا المبلغ لا يكفي لقضاء حوائجهم وتأمين مستلزماتهم. نعم. فإن زادها في صداقها شيئا بعد انبرام العقد جاز، وكان الجميع صداقا الأول والأخير، لقوله تعالى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. فصل. وإذا تزوج أربعا ولا هذا غير، يعني قد يكون غير موجود، تزوج أربع جميع في عقد واحد، أو تزوج أو طلق أربع في عقد واحد، وكان من بعض أسلافنا ومن أعيان الطائف وجهائها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أكثر من 70 امرأة، أكثر من 70 امرأة، منهن 4 بنات لأبو سفيان وهو شيخ مكة ورجلها الأول وهو ثقفي من ثقيف، فتزوج 70 ومنهن 20 أبكار ما تزوجنا قبله 20، و50 يعني متوفى عنهن أو ثيبات، لكن طريقته في الزواج يعني إذا تزوج الأربع يرخص للأربع جميع، يقول إن كنا طويلات الأعناق حسنات الأخلاق ولكني رجل مطلاق، كنتن فبنتن
يقول والطلاق يقول كنتي فبنتي كنتي فبنتي. قالت له والله ما فرحنا إذ كنا ولا حزننا إذ بنا. وهو يقول كنتي فبنتي لأنه جاءها بعد صلاة الفجر ومعها عود أراك وهي تستاك. وبعدين في شعرة من السواك هذا علقت بأسنانها فدخل عليها لما وجد أثر السواك قال لها كنتي فبنتي. ردت عليه وهم في الطائف ردت عليه والله ما فرحنا إذ كنا ولا حزنا إذ بنا. قال طيب إن كنت تستاكين لأجل الغداء فأنت نهمة يعني عند صلاة الفجر تغدين الناس ما يتغدون إلا الضحى وأنت قبل مع صلاة الفجر فأنت نهمة يعني تكثرين له. وإن كان من عشائك فأنت قاذرة لأنك تركتي أثر الأسنان ما نظفتيها بالسواك بالليل. قالت والله ما فرحنا إذ كنا ولا حزننا إذ بنا ولكن المسألة كذا وكذا. فإني استكت وأردت أن أزيل ما علق بأسناني من شعرة. ثم أرشد قال إنها فيها كذا وكذا من الصفات وأرشد إلى من يتزوج إلى رجل تزوجها وكان رضي الله عنه يقول تزوج 70 امرأة منهن 4 بنات لأبي سفيان شيخ مكة ومنهن 20 أبكار لم يتزوجن بعده. ويقال إنه كان في مهمة وجاء إلى طلبه عمر رضي الله عنه لمسألة ما لا داعي لذكرها ولا هي ذكرها علماء السير والتاريخ. فعمر رضي الله عنه أراد أن يتعكد وبعد أن قرب من المدينة يعني مثل ما نقول عند الصويدرة يعني بينه وبين المدينة كذا كيلو أراد أن يبيت في الصويدرة ويدخل المدينة صباحا بدل ما يدخل بالليل وعزم على هذا على أن يبيت في هذا المكان. التقى بالأميرة والمسؤول أمير الصويدرة قال ما عندك شيء يصلح ما عندك بنت تصلح ولا كذا ولا كذا. قال أنت الآن دعيت ومهمة المهمة عظيمة التي دعيت لها وقد يكون فيها من الأمور الشديدة ولا يناسب. قال لا أنا دعيت لكن إن سلمت فهذا المطلوب وإن ذهبت أو رحت فهي لا تخسر لأنها ترث وتجد بعدي مالا كثيرا. يقال فزوجه تلك الليلة في تلك الليلة زوجه. في الصباح ذهب إلى المدينة فقال له عمر رضي الله عنه أخبرني عن طريقك وش الأحداث اللي مرت بالطريق. فذكر له القصة لما ذكره للزواج اللي تزوج البارح تبسم عمر رضي الله عنه قال إنك بارد القلب. بارد القلب يعني اللي جاي المهمة ولا يدري وش مصيره يكون قلبه على ما يرجف قلبه ما يدري. قال إنك بارد القلب والبارح تزوج وانت جاي لمنا رضي الله عنهم جميعا. نعم. وإذا تزوج 4 بصداق واحد تزوج 4 بصداق واحد في قول إننا نقسم المبلغ 4 دفع لهن 100 نقول كل واحدة 25 4 دفع لهن 200 نقول كل واحدة 50. قول ثاني نقول لا هذه ذات حسن وجمال تستاهل مهر أكثر وهذه أقل منها أقل وهذه متوسطة. فأهل الحل والعقد ينظرون إلى استحقاق كل واحدة منهن. فقول أنهن يشتركن ويتساوين في المهر المقدم وقول آخر أنهن على حسب جمالهن وعلى حسب ما يبذل في مهور أمثالهن. نعم. وإذا تزوج 4 بصداق واحد صح لأن جملة صداقهن معلوم فصح
كما لو اشترى 4 أعبد بثمن واحد ويقسم بينهن على قدر مهورهن كما يتقسط ثمن الأعبد على قيمتهم. وقال أبو بكر يخرج فيه وجه آخر أنه يقسم بينهن على عددهن لأنه أضيف إليهن إضافة واحدة يعني ما نفرق بين واحدة والثانية. نعم. فأشبه ما لو أقر لهن قال عندي الزوجات كذا واختلفنا فنحن نساوي بينهن. نعم. وهذا القول فيما إذا خالعهن بعوض واحد أو كاتب عبده بعوض واحد أو كاتب عبيده بعوض واحد. فصل. وتملك المرأة المسمى الصداق ما يسلم لها واللي يسلم لأبيها يسلم لوالدها وإذا سلم للوالد برئت الذمة وإذا سلم بيدها برئت الذمة أيضا فينظر إلى هذا أو ذاك وكلاهما جائز. وتملك المرأة المسمى بالعقد إن كان صحيحا ومهر المثل في الموضع الذي يجب فيه لأنه عقد يملك فيه المعوض بالعقد فملك العوض به كالبيع. وعنه رواية أخرى تدل على أنها لا تملك إلا نصفه لأنه لو طلقها قبل الدخول تستحق النصف ولو أغلق بابا وأرخى سترا استحقت المبلغ كاملا وعليها العدة. يجب إذا مثلا حصل زواج عقد ثم دفع المهر ثم حصل خلاف وافترقوا نقول تستحق المرأة النصف المهر إذا كان العدول من قبله. وأما إذا كان العدول من قبلها فهي تدفع الجميع ولا يبقى منه شيء. نعم. لم يجب إلا نصفه والمذهب الأول. فعلى هذا نماؤه وزيادته لها وزكاته عليها ونقصانه بعد قبضها إياه عليها وإن نقص قبل القبض لمنعه إياها من قبضه فهو من ضمانه وإن لم يمنعها فنقص المكيل والموزون عليه لأنه يعتبر قبضه وما عداه يخرج فيه وجهان بناء على الروايتين في المبيع قبل القبض سواء لأنه منتقل بعقد ينقل الملك فأشبه المبيع والثاني لها التصرف فيه لأنه منتقل بسبب لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه فجاز التصرف فيه قبل قبضه كالوصية والميراث. وقد نص أحمد على جواز هبة المرأة زوجها صداقها قبل قبضه وهو تصرف. فصل. ويدفع صداق المرأة إليها إن كانت رشيدة أما إذا كانت غير مؤهلة فلا يدفع لها وإنما لوليها. إن كانت رشيدة وإلى من يلي مالها إن كانت غير رشيدة لأنه مال لها فأشبه ثمن مبيعها. وفي البكر البالغة العاقلة وجهان أحدهما لا يدفع إلا إليها كذلك والثاني يجوز دفعه إلى أبيها لأنه العادة ولأنه يملك إجبارها على النكاح فأشبهت الصغيرة. فصل. ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها المعجل لأن في إجبارها على تسليم نفسها أولا خطر إتلاف البضع
والامتناع صداق حال تقول ما أمكنك إلا تدفع، ما أمكنك إلا تعطينا المهر. طيب لو قال أعطيك المهر بعدين وريد الآن استمتع، يمكن يستمتع ولا يعطيها، فيكون في ذلك خسارة عليها، لأن أمس كانت بكر والآن أصبحت ثيب. يقولون إذا يعني الثيب يعني أجازت له أن يستمتع فلا حرج، لأن أصل ثيب والآن وتستمر ثيب، لكن إذا كانت بكر من حقها الامتناع حتى تستلم، لأنها لو سلمت نفسها وما وفى بالتسليم فيكون قد ضاع عليها شيء كثير. واضح يا شيخ تركي؟ واضح الفرق بين المسألتين؟ والامتناع عن بذل الصداق فلا يمكن الرجوع فيه بخلاف المبيع، ولها النفقة إذا امتنعت لأنه امتناع بحق، فأشبه ما لو امتنعت للإحرام بحجة الإسلام وإن سلمت نفسها ثم أرادت المنع نقول لا خلاص الآن، لأن أنت امتنعتي أو تمتنعين لأجل أن تستمري بكرا، أما الآن سلمت نفسك ثيب، ولو جامع مرة ثانية وثالثة كل واحد ما في فرق. نعم. وإن سلمت نفسها ثم أرادت المنع فقد توقف أحمد عن الجواب، وذهب أبو عبد الله بن بطة وأبو إسحاق بن شاقلة إلى أنه ليس لها ذلك، لأنها سلمت تسليما استقر به العوض برضا المسلم. نعم. فلم يكن لها المنع. نعم. كما لو سلمت المبيع. وذهب ابن حامد إلى يقول إذا كانت بكرا فلها أن تمتنع حتى تستلم، لأنها لو سلمت نفسها وزالت بكارتها يكون عليها خسارة، وأما إذا كانت ثيب وسلمت نفسها فليس لها أن تمتنع مرة أخرى، لأنها من السابق وهي ثيب، ولا فرق بين كونها ثيب الآن أو ثيب فيما بعد. كما لو سلمت المبيع. وذهب ابن حامد إلى أن لها ذلك، لأنه تسليم بحكم عقد النكاح، فملكت المنع منه قبل قبض صداقها كالأول. فأما وقلنا إن كتاب الكافي يذكر روايتين أو أكثر لأجل أن ألفه هو لطلبة العلم الذين لديهم دراية ومعرفة وطول باع في حل المسائل، وإذا حصل إشكال في هذه الأمور فالمرجع إلى القاضي، وحكم القاضي يرفع الخلاف، لأن حكم القاضي ينفذ ويرفع الخلاف، ولا يجوز نقضه إلا إذا خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع. نعم. فملكت المنع منه قبل قبض صداقها كالأول. فأما إن أكرهها فوطئها لم يسقط حقها من الامتناع لأنه بغير رضاها، وإن قبضت صداقها فوجدته معيبا يعني عطاها جنيهات وجد أن الجنيهات مغشوشة، عطاها شيء، عطاها مهر سيارة وجدت السيارة فيها خلل، عطاها مثلا قماش وجدت القماش فيه محترق ومتهري، فإذا وجدته معيبا ردته، لأنه لا يكون لها أو لا يسلم إلا ما كان سليما وليس به عيب أو نقص. نعم. فوجدته معيبا فردت، فلها منع نفسها حتى يبذله، لأن صداقها جيد، وإن لم تعلم عيبه حتى سلمت نفسها ثم أرادت الامتناع ففيه وجهان بناء على ما تقدم من المسائل السابقة. نعم. وإن كان صداقها مؤجلا
فليس لها منع نفسها. صداق الدخول الآن والصداق بعد رمضان ليس لها أن تمنع نفسها، لأن الصداق أصلا محدد أنه فيما بعد، والدخول متفقين على أنه في شهر رجب أو شعبان، فليس لها منع نفسها قبل قبضه، لأن رضاها بالتأجيل رضا منها بتسليم نفسها قبله، كالثمن المؤجل. الثمن المؤجل إذا اشتريت سيارة وقلت القيمة بعد الحج يسلمك السيارة وتستمتع بها من أول يوم. إذا اشتريت مثلا أرض وقالوا الثمن بعد سنة يمكن مثلا تعمل مخططات وتبني الأرض، لأن الثمن المتفق عليه مؤجل، وكذلك المهر للمرأة إذا كان مؤجلا. نعم. وإن حل المؤجل قبل تسليم نفسها لم يكن لها منع نفسها أيضا، لأنه قد وجب عليها تسليم نفسها واستقر. نعم. فلم يسقط بحلوله. نكتفي بهذا أيها الأحباب، على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا القادم في يوم الأحد. أما في يوم غد فقراءتنا في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم وفي كتاب زاد المعاد، ويوم الأحد إن شاء الله نرجع لكتابنا ونقرأ الآن ما لدينا من أسئلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا أيها الأحبة سؤال يقول: حصل خلاف بين الزوجين والخطأ من الزوج، وقالت الزوجة: لا أرجع إليك إلا بمبلغ من المال وقدره 30,000. نقول: هو الآن لم يطلق، هو الآن لم يطلق، ما حصل طلاق، ولو حصل طلاق رجعي فمن حقه أن يرجع متى شاء ما دامت في العدة، والرجعة تكون قولية راجعت امرأتي، وفعلية يعني يحصل منه ما يحصل بين الرجل وأهله. أما مجرد خلاف وقالت ما أرجع إلا بكذا، نقول لا، وإنما يعطيها رضوة، يتوسط أبوها بشيء، يتوسط أخوها وتعطى شيء، لأجل ما دام هو اللي غلطان لأجل ألا يتكرر خطأ. يقول السائل الكريم: الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة، فأذكار في الصباح والمساء، نقول هنا كتيبات عند الإخوان فيه أذكار المساء وأذكار الصباح يرددها الإنسان من آيات وأدعية، ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.